السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ملوش شوية علاقة بالقناة لكنه مهم جدا للي يحب يشتري شنطة لابتوب. انا اشتريت شنطة لابتوب من فترة قريبة لحد يعني قريب، والشنطة طلعت حلوة جدا، فقررت ان انا اشتري منها لي الشنطة. تقريبا اخدت يومين علشان توصل، فوصلت بسرعة جدا. هوريكم الشنطة دلوقتي. زي ما قلت لكم الفيديو ملوش علاقة قوي بالحاجات اللي احنا بنعملها، بس انا حبيت افيدكم بالشنطة. بس ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وتعالوا افريكم الشنطة من بره ومن جوه. الشنطة دي متوفر منها اللون الاسود واللون الجراي. اللون الجراي على فكرة برضو حلو جدا، بس يعني انا فضلت ده اللون الاسود. الشنطة فعلا دي ممتازة للي بيحب الحاجات اللي هي مش كبيرة، وشنط الظهر اللي هي كبيرة، والحاجات اللي عايز اماكن مخصصة ومنظمة، بيحب التنظيم جدا. الشنطة دي مخصصة للناس اللي هم منظمين، بيحبوا الحاجات اللي بالظبط على قد حاجتهم وتنظم لهم الادوات بتاعتهم، مش الشنط الكبيرة اللي هي الظهر، ومش مش مخصصة لللابتوبس الكبيرة. ان اللابتوب الكبير والتقيل مش هينفع في الشنطة دي، هيبقى متعب شوية. بس تعالوا اوريكم وهقولكم على المميزات برضو اكتر في وسط الفيديو. الشكل الخارجي للشنطة زي ما انتم شايفين، دي الحجم اللي هو 14 بوصة، في 16 بوصة اللي هي الاكبر، بس انا قررت اجيب على قد اللابتوب بالظبط يعني، علشان ما يبقاش بيلق جوه الشنطه، يعني يبقى على قد بالظبط المكان اللي انا هفتحه لكم هوريه لكم جوه دلوقتي. الشنطه من بره فيها الايد دي اللي هي بتركب في الترولي بتاع السفر. هي مناسبه جدا للسفر علشان ما بيبقاش عايزين شنط كتير معانا، ويدوبك هي الشنطه الكافيه جدا لورق شغل او اللابتوب او الايباد زي ما قلت لكم. الايد بتاعتها دي من ناحية هنا او من الناحية اللي بالطول، اللي هي دي كده، يعني هي نفسها هي نفس الايد بتتشد من هنا او من هنا. فدي ميزة كويسة انه ما يبقاش فيه حاجات كتيرة، ما يبقاش فيه ايد كروس اللي هي الكتف، يعني ما يبقاش فيه ايد كتف، ما يبقاش فيه ايد علشان الظهر، لا هي واحدة والتانية ما بتبانش، يعني هي واحدة بس كده والتانية مش بتبان، او لو هي كده بالطول بتتشال بالطول كده، مش عارفة باينة ولا لا، لو اتشالت بالطول دي هي اللي مش هتبان. طيب اول حاجة الجيب الاولاني ده اللي هو سوستيتو، يعني مميزة شوية. طبعا اهم حاجه برضو قبل ما ابدا، السوست كلها داخليه، وتحس ان الجراب بتاعها ده زي جلد، يعني هي السوسته مش باينه تماما، ودي طبعا من افضل الحاجات اللي موجوده في شنط اللابتوبس الجديده دلوقتي، ان السوسته ما تبقاش باينه. بصوا بتبقى بالشكل ده. طيب حاجه كمان فيها نظام لوك، عشان انتوا وانتوا ماشيين ماسكينها مش اي حد يفتح السوستة بسهولة، او لو راكبين المترو او حاجة ما يبقاش في مجال ان حد يفتح الشنطة. يعني بصوا اللوك اللي هو ده بيتفتح كده. طيب اول جيب هنا ده، الجيب ده متقسم خانة من جوه للموبايل داخلي تاني غير الاولاني، يعني في هنا للقلم وفي للموبايل. هنا ده الجيب بتاع الموبايل، مش عارفة هنا باين. في كمان حاجة كده لطيفة انه تقدر تعلقه هنا في ميدالية المفاتيح دي ثابتة جوه، تقدر تعلقه المفاتيح، بس بتتشد
بخيط تفتحه وتتعمل تتشد تاني. فدي برضو فكرة. الشنطة دي فعلا فعلا منظمة. ندخل على الجيب اللي بعده. بصوا هنا ده علشان الكابلات متقسم واحد كبير واحد صغير، ودول بقى علشان هنا ده جيب للماوس، حجم الماوس برضو اكيد مش هيكون كبير، وده للتشارجر الشاحن، وده للباور بانك. واسع ده كده، هو ده كل الجيب، ما تش بتفتح للاخر، هو كده بس. ده تاني. بعد كده بقى المكان الاساسي بتاع اللابتوب. يعني بص عايزه اوريكم، مش عارفه تتخيلوا معايا ولا لا، القماشه يعني بصوا كده باينه تقريبا ايه مبطنه بطريقه فظيعه، يعني الكور دي بارزه فعلا. الحمايه فيها انا مش عارفه اوصف، يعني بصوا يعني كميه الحمايه اللي جوه فظيعه، يعني فعلا فعلا تشجع الواحد انه ممكن يرمي اللابتوب، يعني ممكن هو جوه الشنطه دي ترميه ما تخافش عليه. بس طبعا اكيد انا مش هعمل كده ومحدش يعمل كده. عايزه اوريكم كمان حاجه جوه. بصوا جوه في مصدات، انا يعني عايز احاول اوريها لكم. عموما المصدات اللي جوه دي الناحيه دي والناحيه دي بنفس الخامه دي، هم عاملين حسابهم ان انا مش هعرف اجيب اللي جوه تقريبا. بصوا المصدات دي يعني جامده جدا، مش خفيفه خالص. بصوا دي موجود منها في الجناب، يعني بقول لكم فعلا الواحد مغريه ان الواحد يرميها. بصوا انا مش اهي يعني باينت كده حته منها، بس هي في الجنب ده وفي الجنب ده، في الجنب ده هنا وده. ده كده مكان اللابتوب. وزي ما قلت لكم انا جايباها 14 بوصه علشان تقضي بالظبط مكان اللابتوب. لا ملمسها كده قطيفه قطيفه ومبطنه. حقيقي انا ما شفتش لابتوب مبطن كده، يعني كل اللابتوبس بتبقى الطبطينه بتاعتها العاديه الحلوه اللي هي زي سفنج كده ووتر بروف، بس دي حقيقي الحمايه بتاعتها مغريه مغريه، ان فعلا الواحد ما يخافش على اللابتوب فيها. طيب ده خلاص الجيب ده. في جيب تاني برضو نفس الخامه اللي هي القطيفه دي، الخامه دي بس صغير شويه علشان لو في تاب مثلا او حاجه اكسترا معاكم ممكن تشيلوها هنا برضو، خايفين عليها ممكن تتحط في المكان ده. الشنطه زي ما قلت لكم مناسبه مع الناس اللي هي اللابتوب بتاعها خفيف، مش اللابتوبات، عشان اللابتوب لو تقيل هيبقى من الصعب ان الواحد يشيله على ايده بالطريقه دي. لكن اللي عنده اللابتوب بتاعه خفيف او محتاجه بس للايباد وادواته، فعلا انا برشح الشنطة دي لاي حد محتاج حاجة تنظم ادوات بتاعته على قد بالظبط وحماية هايلة. ده اسم الشركة، لو انتوا تعملوا سيرش عنه هتلاقوها في المكان اللي انتوا فيه، يعني لو انتوا في مصر هتعرفوا تلاقوها كتير، بس دوروا كويس علشان في انا جايباها من على موقع، كان في موقع عليها بسعر وموقع تاني كان عامل عليها اوفر حلو، فانا جبتها بالاوفر التاني ده. يعني لو عايزين الموقع اسيب لكم اللينك ده. فالشنط اللي هي السليف واللي زي دي فعلا دي من افضل الحاجات اللي انا شفتها، ومناسبة جدا للناس اللي عايزة تحط الحاجة بتاعتها. فعلا الحماية عالية جدا، يعني لو شاري حاجة غالية لابتوب غالي او ايباد غالي ومحتاج حاجة معاه مع ادوات، فعلا انا برشح دي بقوة لانها اعلى نظام حماية انا شفته في الشنط. حقيقي مغري ان انتوا ترموا الحاجة بالشنطة نفسها، بس متعملوش كده.
ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنقدمها، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.